نبقى في العاصمة اللبنانية حيث انطلقت يوم الخميس الماضي فعاليات مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية وتمتد حتى 9 من ديسمبر الجاري. هذا المهرجان هو أول حدث سينمائي يقام حضوريا في بيروت منذ بدء تفشي كورونا، نظم داخل صالة مسرح مونو في منطقة الأشرفية التي تضررت كثيرا جراء انفجار المرفأ. برنامج المهرجان يشمل 20 فيلما من لبنان ودول أخرى ويتناول أعمالا فنية أخرى كالموسيقى والرقص والفنون التشكيلية والهندسة المعمارية والأدب. لنشاهد الشريط الترويجي للمهرجان ونتحدث عنه أكثر فيما بعد. I don't know, I don't describe it, I do it. A great jazz dancer has a strong sense of self. À l'époque où Renoir l'a peinte, elle ne se doutait pas que son portrait aurait un destin aussi mouvementé et tragique. Non c'è una definizione matematica della bellezza, però la vedi quando la incontri. ونرحب معنا من بيروت بمديرة ومؤسسة مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية أليس مغبغب. أهلا وسهلا بك معنا أليس. إذن مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية انطلق في 3 من هذا الشهر في مسرح مونو. هذا المسرح يعني تعرض لضرر كبير نتيجة الانفجار الأخير في مرفأ بيروت. لماذا اخترتم هذا المسرح بالذات في قلب هذه المنطقة، منطقة الأشرفية التي دمرت أحياء كثيرة منها؟ هذا المسرح له معنى كتير كبير لنا. أول شيء هالمسرح بموقعه بحرم جامعة اليسوعية اللي هي من أكبر جامعات لبنان وعندها كل هالطلاب يلي نحن بهمنا نكون على صلة معهم. ثاني شيء المسرح من يعني ترمم بسرعة كفاية لنقدر نعمل هالمهرجان اللي هو كل سنة بيكون تاريخه بشهر تشرين الثاني، والسنة من وراء اللوك داون والحجر الصحي على كل فيما يتعلق ببرنامج هذا المهرجان تتوقفون عند أفلام من لبنان وأيضا من خارج لبنان من دول حول العالم، ولا يقتصر المهرجان على الشق السينمائي أو شق الأفلام الوثائقية، وإنما هناك أيضا وقفات فنية كالرقص والموسيقى والأداب والفنون التشكيلية. أخبرينا أكثر يعني عن هذا البرنامج. البرنامج كل الأفلام السنة اللي اخترناهم تحت عنوان الحب. الحب يلي هو عبارة من قبل الفنان وقت اللي بينتج عمل فني، حبه للإنسان، حبه للعالم، إن كان مهندس معماري أو إن كان عازف موسيقى أو إن كان مطرب أو إن كان رسام أو نحات أو يكتب. المؤلف هو يعني المبدع يلي بيهدي الإنسان الجميل للإنسان يضل يستمر عبر نظره وعبر طريقة اللي بيطلع فيها العالم اليوم. والمخرجين بيضيفوا على هالشغل اللي عمله الفنان، بيضيفوا كمان نظرهم على العالم. ووقت اللي بتجي بتحضري فيلم وثائقي يعني كان بتكوني عم بتشاركي بنفس الوقت الفنان والمخرج والتيم اللي اشتغلت على الفيلم يلي عم تطرح نظر جديد على اعمال فنيه. السنه المواضيع الاساسيه كانوا يعني 250 عام لولاده بيتهوفن، وهو افتتحنا المهرجان مع فيلمين عن إمن على جوال أود على جوال بيتهوفن، وكمان 500 عام لوفاة رافائيلو الرسام الشهير الإيطالي اللي هو السنة متحف الكيرينالي بروم كان محضر له أهم معرض نعمل له بتاريخ
500 سنة. وظروف الكورونا ما سمحت لكثير ناس يحضروا هالمعرض، لكن نحن هالفيلم عن المعرض جبناه ببريمير مونديال، يعني وورد بريمير لجمهور المهرجان ببيروت. طيب أليس، أيضا هذا المهرجان يوجه تحية لزوجة السفير الهولندي في لبنان التي قضت في انفجار مرفأ بيروت، لماذا كان من المهم توجيه هذه التحية لهذه السيدة الهولندية التي قضت، يعني توفيت في لبنان للأسف؟ توفت للأسف بهالانفجار الكارثي اللي دمر بيروت ودمر شعب لبنان كله. توفت، وقبل ما تتوفى هدت مرضى لبنانية أعضاء من جسمها. هالشي اللي عملته، هالهدية اللي عطتها، هالتبرع اللي عملته ما له ثمن اليوم، وبمصيبتنا وبكارثتنا مرق هالشي بالكارثة اللي نحن عشناها وما انتبهنا لها وما حدا واعي عليها. بس اليوم ضروري نتذكر هالشي، لأنه محبة ما لها حدود عند هالشخص، اللي هي شو ذنبها تجي تموت بلبنان صبية وبانفجار من هالنوع؟ هيدا شيء ظلم، هيدا شيء مش مظبوط. وحبينا نتذكرها، ونتذكرها عبر عمل فني شهير يلي هو صورة الصبية مع حلقة اللولو. هي لوحة ليوهانس بيرمير، فنان هولندي، واللوحة موجودة بالمويتسويسكي أم بلهاي اللي هي مدينتها. حبينا هالفيلم عبر الجمال وعبر الأعمال الشهيرة ما ننسى أنه المحبة موجودة رغم كل شيء، وصلت الدمار والمحبة بالفعل ومن كل الفساد ومن كل الدمار يلي نحن تعرض له. بلبنان. شكرا جزيلا لك من بيروت أليس مغبغب، إذن رئيسة مهرجان بيروت للأفلام الفنية الوثائقية ومديرته إذن ومؤسسته. شكرا جزيلا لك.